مدارس المجد، طريقك إلى المجد. مجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسفر رددي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن. سعادة الأستاذ خالد بن عبد الهادي السهلي مدير مكتب التعليم الأهلي بإدارة التعليم بمنطقة الرياض راعي الحفل، سعادة المدير العام لشركة دار الشوامخ التعليمية الأستاذ بندر السليمان، سعادة نائب المدير العام للشؤون التعليمية، سعادة نائب المدير العام للشؤون الإدارية، سعادة المديرين التنفيذيين أولياء الأمور الأفاضل قادة المدارس النجباء معلم الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا في هذه اللحظات الجميلة الفارقة، لحظات الاحتفاء بفلذات الأكباد، لحظات التخرج وجني ثمار الجد والمثابرة، لحظات المد والجزر مع ظروف قاسية وعزائم الآملين، ونتلقى العلم والمعرفة عبر فصول افتراضية وخارج أسوار المدارس، وهي اليوم تقطف أجمل القطاف، قطاف التخرج إلى آفاق أرحب، إلى أسوار الجامعة. إنها لحظات بحق تغمرنا جميعا بالسعادة والبهجة. أيها الحفل الكريم، شرف لنا نلناه حين مجيئكم، الحفل أينع بالأصحاب وازدانا، إنا نرحب من صميم قلوبنا، أهلا وسهلا بمن في الحفل وافانا. والآن مع خير بداية وآيات من القرآن الكريم، والطالب علي الجار الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. لا فض فوك، هذا هو القرآن دستور الهدى، فيه العلاج لطارف وتليد. والآن مع كلمة الخريجين والطالب طلال القحطاني. بسم الله، خلق الإنسان، علمه البيان، ورفع قدر العلم وأهله في محكم التنزيل، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وصلاة وسلاما زاكيين على خير البرية ومعلمها محمد بن عبد الله. وبعد، أيها الحفل الكريم، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي خريج الدفعة 23 في مدارس المجد الأهلية للعام 1442 هجري، ألقي على مسامعكم كلمة الخريجين. أيها الحضور الأفاضل، لغة الكلام على فمي خجلا، ولولا الحب لما تكلمي، من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام، من أين أبدأ في الثناء بمجدنا، لا الشعر ينصفها ولا الأقلام. أيها الحفل الكريم، إننا في هذه الأمسية المباركة والحفل البهيج
نحتفي بالخريجين لهذا العام. هذه الكوكبة من طلاب المجد التي سامت العلا وعرفت ما قصدت، فهان عليها ما وجدت من كد ومثابرة وبعد عن المدارس في ظروف يعلمها القاصي والداني. لكن الهمم العالية لا تنحني للعواصف لأنها معتصمة بالله. وإنني نيابة عن زملائي أثمن الجهود التي بذلت من أجلنا من أولياء أمورنا حين وفقوا في اختيار هذا المحضر التربوي العريق، وكذلك إدارة مدارس المجد من قادة وإداريين ومعلمين أشاوس أداروا عملية التعلم والتعليم من خلال الفصول الافتراضية عبر منصة كلاسيرا باقتدار وإبداع، فنهلنا من علمهم وحصلنا دروسنا بكل سهولة ويسر والحمد لله. أيها الخريجون الأفاضل، إن السعادة التي تخيم علينا الليلة إنما تغدق من أفئدتنا ابتهاجا بما صنعتم، وإن تفوقكم فسحى في قلوبنا مجرى للفرح والحبور، فقد أسعدتم قلوب آبائكم ومعلميكم. وأني أقول لكم سأظل بالدعاء لكم وفيا، فأنتم صحبتي ما دمت حيا، وأدعو الله في سري وجهري جنان الخلد ندخلها سويا. وفقكم الله وسدد خطاكم في دروب العلم والحياة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها كلمات تلامس القلوب وتحرك الوجدان، شكر الله لك. والآن مع ربان السفينة وكلمة سعادة المدير العام لشركة دار الشوامخ التعليمية الأستاذ الفاضل بندر بن عبد الرحمن السليمان، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بادئ ذي بدء أهنئ الجميع بدخول هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. ثم إني أهنئ أبنائي الطلاب الخريجين لهذا العام 1442 الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تخرجهم هذا دافعا لهم للاستمرار في التعلم وفي الرقي وفي الحصول على أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة بإذن الله جل وعلا. أهنئ أولياء الأمور، أهنئ أخواني المعلمين الذين أينعت ثمارهم وها هم يرون أبنائهم الخريجين في هذا الحفل الكريم الذي كنا نتمنى أن يكون حفلا حضوريا كبيرا كما هي عاهدة مدارسكم مدارس المجد الأهلية، لولا هذه الجائحة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفها عنا وعن الجميع. أبنائي الطلاب، أنتم الآن خرجتم من مرحلة وأمامكم مراحل أخرى، مراحل التعليم الجامعي والتعليم العالي، فالله الله أروا والديكم وأمتكم ومجتمعكم وولاة أمركم منكم خيرا، ونبشركم أن مدارسكم مدارس المجد الأهلية لن تألوا جهدا في تحقيق وبذل جميع وأقصى الإمكانيات التي يصبو لها ولاة الأمر ثم مسؤولية التعليم ثم أولياء الأمور. فلله الحمد والمنة، مدارسكم من أفضل المدارس سمعة وتعليما وتوجيها ومخرجا، فهي ولله الحمد تحوي جميع المسارات، التعليم العام وتعليم مسار الدبلومة وتحفيظ القرآن وفصول الموهوبين وغيرها من المجالات التي تسعى دائما أن تكون مدارسكم مدارس المجد الأهلية، أن يكون لها قصب السبق وأن تتسنم أفضل وأعلى الدرجات على مستوى التعليم في مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره، وأن يسدد ويوفق ولاة الأمر لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم على ما يقدمونه لأبنائهم وأبناء هذا المجتمع وأبناء هذا الوطن المبارك، أن يجزيهم خير الجزاء
وأن يسددهم ويبارك في جهودهم. أكرر تهنئتي لأبناء الطلاب ولأولياء الأمور وأمهاتهم ومعلميهم وإداريهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نراكم قريبا في مناصب عليا تسترفعون بها رأس مجتمعكم وأمتكم وأهليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كلمة أولياء الأمور يلقيها عليكم الأب الفاضل عبد الله بن حمد الدميخي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. أيها الحفل الكريم، أيها الحضور الأفاضل مع حفظ الأسماء والألقاب، أولياء الأمور الفضلاء، شركاؤنا ملاك وإدارة وأعضاء الهيئة التعليمية بمدارس المجد الأهلية، أبناء الخريجين المحتفى بهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم أن يفرد لي كلمة أولياء الأمور، وإنه موقف عظيم أن أقف اليوم لأتحدث من هذا المنبر في حفل تخرج ابني ومعه زملائه النجباء. أيقنت أن أمنيتي وآماني أهالي الخريجين والتي عملنا من أجلها قد تحققت بفضل الله، ثم بفضل شركائنا مدارس المجد الأهلية هذا الصرح التعليمي المميز. فالشكر لله أولا وآخرا، ثم لإدارتكم والكادر التعليمي لثانوية المجد الأهلية الذين لم يبخلوا على فلذات أكبادنا بالتوجيه والتربية والرعاية وكل ما يسهل وييسر إيصال المعلومة لهم، وهذا ليس بمستغرب عليهم، فقد تخرج من الأبناء في أعوام سابقة وانخرطوا في خدمة الدين والمليك والوطن، والبقية على خطاهم سائرون، ولله الحمد والمنة. أيها الحفل الكريم، لدي ثلاث رسائل. الرسالة الأولى: شكر وتهنئة للإدارة والكادر التعليمي لثانوية مدارس المجد الأهلية لما قدموه لأبنائنا، وخاصة في ظل هذه الظروف الصحية التي اجتاحت العالم بأسره، فقد اجتزناها ولله الحمد بيسر وسهولة بما وفرته هذه المدارس من منصات تعليمية متطورة، وما قدمته حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين من تذليل الصعوبات والعقبات في طريق العملية التعليمية. وما هذا الحفل الافتراضي إلا دليل على إدخال السعادة لنا ولهم في حفل تخرجهم، فلكم منا ومنهم خالص الدعاء والتقدير. الرسالة الثانية: التهنئة لإخواني أولياء الأمور بهذه المناسبة السعيدة، وأقول لهم: هذا حصاد ما زرعتموه أقر الله عيونكم وعيون أمهاتهم بهم. الرسالة الثالثة: لأبنائنا الخريجين، فأقول لهم: تحملنا الكثير من أجل أن نراكم اليوم أمامنا بين ثلة الخريجين، إن نجاحكم وتخرجكم اليوم أزال عنا كل عناء ومشقة. حفظ الله بلادنا في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين من كل شر ومكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات ضافية ومشاعر أبوية فياضة. بارك الله فيك والدنا وأستاذنا الجليل، شكر الله لك وسدد خطاك. والآن مع الفيلم الوثائقي المصور ليبين لكم بعض إنجازات المدارس، ومراعاة للوقت فإننا سنذكر بعض الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر. تستمر مسيرة النجاح لمدارسنا ليتحقق معها الكثير من الإنجازات هذا العام.
بالرغم من جائحة كورونا، فقد أولت مدارس المجد عناية خاصة بالقدرات بقسميها الكمي واللفظي، فأفردت الدورات التدريبية مع مدربين احترافيين في المجال، مما كان له أكبر الأثر على نتائج طلابنا. وبنظرة ثاقبة للمدارس واستشرافا لمستقبل أبنائها، أعدت لهم مشروع جدير لبناء ذواتهم وصقل مواهبهم ليكونوا جيل الرؤية المباركة 2030 بحول الله. وبكل اقتدار عاشت المدارس أزمة كورونا، فكانت الجاهزية للتعلم عن بعد منقطعة النظير من خلال التعلم عبر منصة كلاسيرا، حيث حظيت المدارس على نسبة رضا فائقة من الطلاب وأولياء الأمور. ولقد حظيت المرحلة الأولية باهتمام بالغ من المدارس، فهي اللبنة الأولى في بناء الأجيال، ولذا أفرد لها مشروع أداء لطلاب الصف الأول لقياس مستواهم في القراءة والكتابة والرياضيات، وأتبعته بمشروع تدارك للوقوف على نقطة الضعف ووضع العلاج الناجح لها لتحقيق طلابها المستوى المنشود. وتحقيقا لرؤية المدارس، فقد أعدت برنامج قال الخبراء الذي يعنى بحل مشكلات الطلاب التعليمية من خلال كوكبة من خبراء المدارس في المجال، وهذا غيظ من فيض ولله الحمد والمنة. جعبة المدارس ملأة بكل نافع ومفيد وجديد لطلابها، لتكون المجد دائما طريقك إلى المجد. وبعد هذا العرض المرئي المبهر، وإن كان غيظا من فيض، مع كلمة راعي الحفل سعادة الأستاذ خالد بن عبد الهادي السهلي مدير مكتب التعليم الأهلي بإدارة التعليم بمنطقة الرياض، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محبين محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسليم. سعيد هذا اليوم بالمشاركة في احتفال تخريج دفعة من أبنائنا الطلاب في مدارس المجد، وفي الوقت الذي تمر على بلادنا وعلى التعليم على وجه الخصوص هذه الجائحة، والتي بذلت فيها حكومتنا الرشيدة الغالي والنفيس لتتجاوز هذه الأزمة ولا تضر على المستوى التعليمي لأبنائنا وبناتنا طلاب التعليم العام والتعليم الجامعي. وقد اتخذت إجراءات عديدة احترازية كان على رأسها التعلم عن بعد، وهذا الاحتفال الذي يأتي احتفالاً بتخريج دفعة من طلاب مدارس المجد عن بعد، وهو يعني حفلاً أو احتفالاً يتم فيه تكريم نخبة من الطلاب الذين أتموا دراستهم في المرحلة الثانوية وغيرها من المراحل الأخرى. أنا سأتقدم هنا بثلاث رسائل. الرسالة الأولى وجهها لأبناء الطلاب، فأذكر لهم أن وطنهم يحتاج منهم الكثير، وقدم لهم وطنهم الكثير في هذه الجائحة على وجه الخصوص والتعليم على وجه العموم. فقد قدمت حكومتنا الرشيدة دعما لقطاع التعليم سخيا لا محدودا، يعني ينتظر من أبناء الطلاب أن يردوا هذا الدين لوطنهم الذي قدم لهم الغالي والنفيس. الرسالة الثانية أوجهها لرجال التعليم والتربية المعلمين والمعلمات، هم أيضا عماد العملية التعليمية، وقد أبلوا بلاء حسنا في هذه التجربة التي نمر بها وهي التعلم عن بعد، فقدموا وضربوا أروع الصور التربوية والتعليمية والتثقيفية، ولاقوا استحسان وشكر القيادة الرشيدة وجميع فئات المجتمع من أولياء أمور. الرسالة الثالثة أقدمها أيضا لأولياء الأمور الكرام، فشكر الله لكم سعيكم ووفقكم وأعانكم، فقد أنتم كنتم الساعد المعين لرجال التعليم في تقديم الخدمة التعليمية عن بعد من المنازل، فقد أبليتم بلاء حسنا، أعنتم الطلاب، ساعدتم، ركزتم حتى تمت العملية التربوية والتعليمية على حد سواء عن بعد بشكل جميل ورائع ومتميز نفاخر به في بلادنا المملكة العربية السعودية، نفاخر به أي بين بلدان العالم. تجربة المملكة ولله الحمد في هذا المضمار كبيرة وهي تدرس ولله الحمد والمنة. أبارك لأبناء الطلاب، أبارك لأولياء أمورهم الكرام، أبارك لإدارة المدارس، وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا
وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الحق يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به ورجل يسمعه، وهذا هو الحال مع ما سمعناه من كلمة سعادة راعي الحفل، فشكر الله له على هذه الكلمات الحانية المؤثرة. والآن إلى عرس الحفل ولحظاته الحاسمة المبهجة، مسيرة الخريجين. يا زهرة الريحان بيدي وانثري فينا من المسك المعتق أعطرا، يا زهرة الريحان بيدي وانثري فينا من المسك المعتق أعطرا، إني أرى أهل المعالي والنقاء أهل المعارف والعلوم المنشرة، إني أرى أهل المعالي والنقاء أهل المعارف والعلوم المنشرة، أبطال صرح المجد شع ضياؤهم في الحافل كالأفلاك دوما مزهرة، سهرات عيون في الدياجي من ثنت، طوبى لمن طلب النجاح وأسهر. النمل والحيتان قد لهجوا لكم يرجون من رب السماء المغفرة، وضعت ملائكة السماء لطالب أجناحها حمد الصنيع معبرا. يا زهرة الريحان ميدي وانثري فينا من المسك المعتق أعطرا، إني أرى أهل المعالي والنقاء أهل المعارف والعلوم المنشرة، إني أرى أهل المعالي والنقاء أهل المعارف والعلوم المنشرة، ومعلم الناس المحاسن والتقى والعلم هم طيب البلاد وعنبرا. يا ما تخرجتم وكنتم قدوة أدبا وعلما ضوع طيب المبخرة، الشوق يلهبنا وما لفراقكم بدون إلى أفق الحياة الزاهرة، الذكريات تحفنا في حفلنا أنتم شجاها صفقوا ولنذكرا. يا زهرة الريحان ميدي وانثري فينا من المسك المعتق أعطرا، إني أرى أهل المعالي والنقاء أهل المعارف والعلوم المنشرة، إني أرى أهل المعالي والنقاء أهل المعارف والعلوم المنشرة، حفل التخرج طيب قيعانه يسقى بماء المجد يؤتي يثمرا، مسك الختام مرددين بدأه المجد رمز للعلوم ومفخرة، المجد رمز للعلوم ومفخرة. حفل التخرج طيب قيعانه يسقى بماء المجد يؤتي أثمرا، مسك الختام مرددين بدأه المجد رمز للعلوم ومفخرة. الريحان بيدي وانثري فينا من المسك المعتق أعطرا، يا زهرة الريحان بيدي وانثري فينا من المسك المعتق أعطرا، إني أرى أهل المعالي والنقاء أهل المعارف والعلوم المنشرة، إني أرى أهل المعالي والنقاء أهل المعارف والعلوم المنشرة، أبطال صرح المجد شع ضياؤهم
في الحفل كالأفلاك دوما مزهرة، سهرات عيون في الدياجي من ثنت، طوبى لمن طلب النجاح وأسهر. النمل والحيتان قد لهجوا لكم، يرجون من رب السماء المغفرة. وضعت ملائكة السماء لطالب أجناحها حمد الصنيع معبرا. يا زهرة الريحان ميدي وانثري، فينا من المسك المعتق أعطرا. إني أرى أهل المعالي والنقى، أهل المعارف والعلوم المنشرة. إني أرى أهل المعالي والنقى، أهل المعارف والعلوم المنشرة. ومعلم الناس المحاسن والتقى، والعلم هم طيب البلاد وعنبرا. يا ما تخرجتم وكنتم قدوة، أدبا وعلما ضوع طيب المبخرة. الشوق يلهبنا وما لفراقكم، بدون إلى أفق الحياة الزاهرة. الذكريات تحفنا في حفلنا، أنتم شجاها صفقوا ولنذكرا. يا زهرة الريحان ميدي وانثري، فينا من المسك المعتق أعطرا. إني أرى أهل المعالي والنقى، أهل المعارف والعلوم المنشرة. إني أرى أهل المعالي والنقى، أهل المعارف والعلوم المنشرة. حفل التخرج طيب قيعانه، يسقى بماء المجد يؤتيه يثمرا. مسك الختام مرددين بدأه، المجد رمز للعلوم ومفخرة. المجد رمز للعلوم ومفخرة. حفل التخرج طيب قيعانه، يسقى بماء المجد يؤتي أثمرا. مسك الختام مرددين بدأه، المجد رمز للعلوم ومفخرة. ريحان ميدي وانثري، فينا من المسك المعتق أعطرا. يا زهرة الريحان ميدي وانثري، فينا من المسك المعتق أعطرا. إني أرى أهل المعالي والنقى، أهل المعارف والعلوم المنشرة. إني أرى أهل المعالي والنقى، أهل المعارف والعلوم المنشرة. أبطال صرح المجد شع ضياؤهم، في الحفل كالأفلاك دوما مزهرة. سهرات عيون في الدياجي من ثنت، طوبى لمن طلب النجاح وأسهر. النمل والحيتان قد لهجوا لكم، يرجون من رب السماء المغفرة. وضعت ملائكة السماء لطالب أجناحها حمد الصنيع معبرا. يا زهرة الريحان ميدي وانثري، فينا من المسك المعتق أعطرا. إني أرى أهل المعالي والنقى، أهل المعارف والعلوم المنشرة. إني أرى أهل المعالي والنقى، أهل المعارف والعلوم المنشرة. ومعلم الناس المحاسن والتقى، والعلم هم طيب البلاد وعنبرا. يا ما تخرجتم وكنتم قدوة، أدبا وعلما ضوع طيب المبخرة. الشوق يلهبنا وما لفراقكم، بدون إلى أفق الحياة الزاهرة. الذكريات تحفنا في حفلنا، أنتم شجاها صفقوا ولنذكرا. يا زهرة الريحان ميدي وانثري،
فينا من المسك المعتق أعطر. إني أرى أهل المعالي والنقاء، أهل المعارف والعلوم المنشرة. إني أرى أهل المعالي والنقاء، أهل المعارف والعلوم المنشرة. حفل التخرج طيب قيعانه، يسقى بماء المجد يؤتي يثمرا. مسك الختام مرددين بدأه، المجد رمز للعلوم ومفخرا، المجد رمز للعلوم ومفخرا. حفل التخرج طيب قيعانه، يسقى بماء المجد يؤتي أثمرا. مسك الختام مرددين بدأه، المجد رمز للعلوم ومفخرا. الريحان ميدي وانثري، فينا من المسك المعتق أعطر. يا زهرة الريحان ميدي وانثري، فينا من المسك المعتق أعطر. إني أرى أهل المعالي والنقاء، أهل المعارف والعلوم المنشرة. إني أرى أهل المعالي والنقاء، أهل المعارف والعلوم المنشرة. أبطال صرح المجد شع ضياؤهم، في الحافل كالأفلاك دوما مزهرة. سهرات عيون في الدياجي من ثنت، طوبى لمن طلب النجاح وأسهر. النمل والحيتان قد لهجوا لكم، يرجون من رب السماء المغفرة. وضعت ملائكة السماء لطالب أجناحها حمد الصنيع معبرا. يا زهرة الريحان ميدي وانثري، فينا من المسك المعتق أعطر. إني أرى أهل المعالي والنقاء، أهل المعارف والعلوم المنشرة. إني أرى أهل المعالي والنقاء، أهل المعارف والعلوم المنشرة. ومعلم الناس المحاسن والتقى، والعلم هم طيب البلاد وعنبرا. يا ما تخرجتم وكنتم قدوة، أدبا وعلما ضوع طيب المبخرا. الشوق يلهبنا وما لفراقكم، بدون إلى أفق الحياة الزاهرة. الذكريات تحفنا في حفلنا، أنتم شجاها صفقوا ولنذكرا. يا زهرة الريحان ميدي وانثري، فينا من المسك المعتق أعطر. إني أرى أهل المعالي والنقاء، أهل المعارف والعلوم المنشرة. إني أرى أهل المعالي والنقاء، أهل المعارف والعلوم المنشرة. حفل التخرج طيب قيعانه، يسقى بماء المجد يؤتي يثمرا. مسك الختام مرددين بدأه، المجد رمز للعلوم ومفخرا، المجد رمز للعلوم ومفخرا. حفل التخرج طيب قيعانه، يسقى بماء المجد يؤتي أثمرا. مسك الختام مرددين بدأه، المجد رمز للعلوم ومفخرا. وبعد هذا العرض لمسيرة الطلاب، فكم غمرتنا الفرحة. وفي الختام أقول لزملاء الطلاب، وقبل أن أغادر مقامي هذا، إن لم تكن صدرا بأول جملة أو فاعلا للمجد في إسهابي، فلا تكن يوما ضميرا غائبا أو لا محل له من الإعراب.
وفقكم الله وسدد على درب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس المجد، طريقك إلى المجد.